الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مطار مولاي علي الشريف بير راشيدية، الأحد 29 أكتوبر 2023. المطار يستقبل أول رحلة جوية رابطة مباشرة بين العاصمة الفرنسية باريس والراشيدية. إذن هذا خط جوي متميز ومهم، غادي يعرف يعني انتعاشة، غيعطي انتعاشة لهذا المطار ديال مولاي علي الشريف. غتكون رحلة أسبوعية يوم الأحد، كتنطلق من باريس على الساعة 9 صباحا وكتوصل تقريبا هنايا على الساعة 12:30. إذن اليوم الأحد كما قلت 12:30 حلتها الطائرة هنايا بالمطار ديال مولاي علي الشريف، على أساس أنه غادي تقل يعني ركاب آخرين مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس. إذن يعني العشرات من المواطنين المغاربة وكذلك السواح الأجانب يستبشرون خيرا بهذا الخط الجوي اللي غادي يكون برحلة أسبوعية، اللي نتمنوا إن شاء الله أنه ينتعش السياحة داخل إقليم الراشيدية وكذلك الأقاليم المجاورة. إذن إدارة المطار حصد حفل خاص للوافدين والمسافرين يعني اللي شنو هذا الخط المتميز، كيبان بانه العشرات يعني عدد كبير من المواطنين المغاربه المقيمين بفرنسا والدول المجاوره وكذلك سواح اجانب جاوا هذه الطائره هذه، على اساس انه ان شاء الله غادي يكون عندها واحد الاثر ايجابي سواء للمقيمين الناس ديال هذه المناطق المقيمين بالدول ديال اوروبا وكذلك بالنسبه للسياحه ديال الدول الاوروبيه المنطقه الراشيديه والمناطق المجاوره. رقصة نوى مغرى في انتظار خروج المسافرين اللي جبنا الطائرة هذه.